بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أقدم لكم إن شاء الله اليوم حل امتحان إكزامات إيجيبت 2018، امتحان مصر 2018 دوزيام سيسيون الدور الثاني. إن شاء الله امتحان كويس جدا، امتحان مصر 2018 الدور الثاني ثانوية عامة، وإن شاء الله هنستفيد بيه استفادة كبيرة جدا. تعالوا كده يا جماعة نقرأ الوثيقة بتاعتنا الأولى، لا جورني دو كريستال، يوم كريستال، واحدة اسمها كريستال، يعني يوم في حياة واحدة اسمها كريستال. بيقول كريستال نو ترافاي با، كريستال دي مالها؟ نو ترافاي با، لا تعمل. دوبوي، مهم جدا يا جماعة كلمة دوبوي، منذ كام؟ كاتر موا، منذ 4 شهور. سوم ماري، مهم جدا يا جماعة، ماري واخدينها في الصف الأول الثانوي، ماري الزوج، سوم ماري زوجها بار. بار يا جماعة فعل بارتير، يرحل. يرحل لإيه؟ ترافايي للعمل. تو مبكرا، إمتى؟ لو متى؟ صباحا. إل سوكيب دو سافي، سوكيب تنشغل تهتم، دو سافي ببنتها ماغي. إي ليمان، مهم جدا يا جماعة فعل إيميني، تصطحب، وتصطحبها أليكول للمدرسة ساعة كام؟ أو التوريديمي 8:30. Ensuite, ثانياً بعد ذلك، elle lit le petit annonce، هي بتقرأ le petit annonce، الإعلانات الصغيرة، sur internet، pour chercher du travail، عشان تبحث عن عمل، ما ننساش إن هي متوقفة عن عمل لأربع شهور. elle répond à des annonces، هي بترد على الإعلانات دي. envoie des lettres، بترسل خطابات. téléphone، elle lit les journaux، بتتصل كمان وبتقرأ les journaux الجرايد. أميدي في الظهر يا جماعة اللي هي أدوزر الساعة 12، المونج سول، هي بتاكل سول وحدها. ليه؟ صفي بنتها مونج ليكول، بتاكل في المدرسة. لابريميدي بعد الظهر، ال ريغارد ان بو لا تلفزيون، هي تشاهد ان بو قليلا لا تلفزيون. باغفوا احيانا، ال فا سو بروميني، يعني تذهب للتنزه، لو ميركوردي يوم الأربعاء. إليس، مهم جدا يا جماعة فعل ليسي، تترك. إليس صفي بتترك بنتها شي سامير عند والدتها، ده يوم الأربعاء. لويك إند، في نهاية الأسبوع، إل في ليز أكتيفيتي، هي بتعمل أنشطة انتريسونت، شيقة، أفيك سون ماري، مع زوجها إيصافي وبنتها. إيل فون دو لا دونس، بيمارسوا الدونس الرقص، إي دو لا ناتاسيون سباحة، اي دي فيلو وركوب العجل. شوف الأسئلة كده يا جماعة سهلة جدا. كريستال، البنت كريستال دي أو الست كريستال دي، اي ماريه متزوجة، اي إليف، اي ان بروفيسيون، فاليكول. طبعا هي الإجابة الأولى اي ماريه. برضو أميدي في الظهر يا جماعة، كريستال مونج بتاكل، افيك اينامي سافامي سامير سال، طبعا في الدار بتاكل ايه؟ سل وحدها. بروتروا، لا مير دو كريستال سوكيب دو ماغي، ام كريستال دي سوكيب دو ماغي، بتهتم بماغي. توت لا سيمان، ولا ان جور، ولا دو جور، ولا الويك اند، طبعا ان جور اللي هو لو ميركر دي يوم الاربعاء. نمرو 4، ماغي، البنت اسمها ماغي، برون لو ديجيني، بتاخد طبعا الغداء، اليكول، ولا او ريستورون، ولا شي سا جرامير، ولا افيك سا مير، طبعا بتاخده اليكول في المدرسه. نمرو 5، كريستال في نوغات الويك اند، ترى بتمارس ايه في الويك اند؟ دو فوت، دو سكي، دو لا ناتاسيون، دو كورس، طبعا اكيد دو لا ناتاسيون، سباحه. نمرو 6، كريستال شارش، بتبحث يا جماعه عن اون تليفون، ان تلفزيون، ان ايكول، اون ترافاي، طبعا بتدور على اون ترافاي، على عمل. سنة تقريبا الوثيقة التانية جميلة إن شاء الله، شكلها طبعا يطلع إيه بالظبط؟ أنيميل، يبقى مبعوت من مين؟ من بنت اسمها جولي، مبعوت لبنت اسمها لويز، أوكي؟ بتقول لها في الأوبجي بونجور، ترى بتتكلم عن، بتقول جي سوي أن فاكونس أباغي، أنا في أجازة فين؟ أباغي في باريس. جي سوي ألي، خدوا بالكم يا جماعة الإجريك كان عايد على باغي، كده أنا وصلت لها إليا دي جور، منذ 10 أيام. Mais j'ai perdu, on dit que j'ai perdu, ma valise, chante le safar bitati, à l'aéroport.
يعني فقدت الشنطة بتاعتها في المطار. كده يبقى هي وصلت ازاي بقى في ان افيون بالطائرة. جي سوي دانز اون ميزون دو جون، انا دلوقتي فين؟ دانز اون ميزون، في منزل دو جون للشباب. تو بري دو لا تور ايفل، طبعا بري دو قريب من لا تور ايفل، برج ايفل. لو تون ا باري اي تري اغريابل، الطقس يا جماعه ا باري اي تري اغريابل، رائع. الفي بو اي شو، جميل بس حار. ايير ماتان، تقول امبارح الصبح، جي فيزيتي، انا زرت لو لوفر، برج اللي هو لوفر، اسف اللي هو متحف اللوفر. اي جي في دو شوبينج، وطبعا عملت شوبينج تسوق. وراح يا جماعه ان البنت دي قعدت اكتر من 10 ايام كده. لابغي ميدي، بعد الظهر، بتقول جي مانجي افيك ميزامي، اكلت مع اصحابي ديكسيلونت بيتزا، بالذاكره ممتازه. دوما، لسه كمان بتقول دوما، غدا. جي في باسي ان شاء الله، سوف اقضي لا جورني افيك مون امي دينا، مع صديقتي دينا. جي في رونتري او كار، سوف اعود للقاهره ديمونش بروشان، الاحد القادم، بس الساعه كام؟ افان دوزور، الساعه 22 يعني لو سوار، المساء 10 مساء. جي في فير اون فيت، انا هعمل اون فيت، حفله بور مون اريفي، عشان وصولي. امتى الحفله دي؟ لاندي سوار، طبعا هنا الاثنين مساء. تي فا فينير، ولا انت هتيجي؟ بتعزم لويز. La fête c'est chez moi, هتكون عندي à la maison à 19h، الساعة كام؟ 7 مساء يعني الساعة 19. Je te remercie à l'avance، je te remercie à l'avance يعني أشكرك مقدما. جولي، شوف كده يا جماعة الأسئلة، مرسات. Qui a écrit ce message électronique، مين يا جماعة اللي كتب الرسالة الإلكترونية دي؟ دينا، لويز، جولي، أنجان، طبعا هي جولي. نمرو 8، بوركوا جولي اي تالي ا باري، ليه ذهبت يا جماعه لباري؟ بور باسي سي فاكونس، بور فير ان فيت، بور بيردر سا فاليز، بور فيزيتي سا تونت، طبعا بور باسي سي فاكونس، لتقضي الاجازه. نمرو 9، كومون اسك جولي اي تالي ا باري، كيف ذهبت جولي لباري؟ ان فواتور، ان تران، ان افيون، ان تاكسي، طبعا ان افيون. ما ننساش ان هي فقدت الشنطة بتاعتها على الايروبور في المطار. نمرو 10، كومبيان دو جور، كم يوم جولي اباسي اباغي، قالتهم جولي اباغي، يا ترى اون سيمان ولا بلو دو دي جور، اكثر من 10 ايام، ولا موان دو دي جور، موان دو اقل من، ولا موان دو اون سيمان، طبعا لما هم بلو دو دي جور. نمرو 11، كون جولي فا اريفي او كار، متى ستصل جولي اوكار للقاهرة؟ يا ترى لو ديمونش متى، ولا لو ديمونش سوار، ولا لو ديمونش ابري ميدي، ولا الويكند؟ طبعا يا جماعة لو ديمونش سوار. نمرو 12، كيسك جولي فا فير لوندي سوار، يا ترى جولي هتعمل ايه لوندي سوار، يوم الاثنين بالليل؟ ايل فا فير دو شوبينغ، ايل فا مانجي ديكسيلونت بيتزا، ايل فا فير ان فيت بور سون اريفي، il va fêter son anniversaire. طبعا هي هتعمل ايه؟ ايوه، il va faire une fête pour son arrivée، تعمل حفله عشان وصولها. اه يا جماعه، السطر قبل الاخير، je vais faire une fête pour mon arrivée. d'accord. طيب وصلنا كده للمواقف. رقم 13، vous demandez à votre ami، انت بتسال صديق ce qu'il fait. ce qu'il fait، ماذا يفعل على بيبليوتيك، في المكتبة، مكتبة القراءة دي. ال دي يقول ايه؟ جي لي دي رومان، اقرأ روايات. جاشيت اون ديكسيونير، جي في دو سبور، جاشيت اون بيدي، يوم اخد دايما في البيبليوتيك. جي لي اقرأ، اقرأ اي حاجة بعد كده، جي لي دو رومان، جي لي اون ديكسيونير، جي لي اون ليفر. نمرو 14، فوتر امي فو ديموند، صديق بيسألك كيل سبور فو براتيكي، اي رياضه تمارس؟ ودي تقول ايه؟ جي في دو سيكليزم، جو فوتوغرافي لا ناتور، لا كامباني ايت اغريابل، جي سوي سبورتيف، طبعا رياضه، يبقى جي في دو سيكليزم، مارس سباق العجل. نمرو 15، فو ديموندي اون بواسون، انت بتسال عن اون بواسون، مشروب، او بتطلب مشروب او ريستورون في المطعم.
Vous dites, vous dites, l'addition s'il vous plaît, l'addition, nous allons faire. L'addition s'il vous plaît, des frites s'il vous plaît, une limonade s'il vous plaît, du poulet s'il vous plaît. Par un mashroub, il y a une limonade. Numéro 16, vous demandez à votre camarade, un tatis al-sadiq, à qui, mon guide d'un gamin, soit à qui, khanaf sanoula, à qui il amène et le crayon, le calam rousos, il y a vitamine. Il dit, il dit, c'est à moi, c'est un crayon de couleur, je dessine avec le crayon, c'est un crayon noir. C'est à moi, je suis à qui, à moi, 17, ça va, prochain, vous voulez boire, un tatouli de boire, une acteur, vous dites, il dit, j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif, j'ai chaud, j'ai soif, à chaud, blanche. Numéro 18, vous demandez à votre professeur, tout comme le professeur Bittak, le modèle Bittak, de répéter une carotte, l'explication char. Vous dites, je n'ai pas très bien compris, je suis très en retard, le cours va se terminer, je n'en veux plus, je n'ai pas très bien compris. Numéro 19, ça attache. Vous demandez à votre frère, quelle matière, il déteste. Il dit, j'adore les sciences, j'aime le français, je n'aime pas la géographie, je déteste le dessin. Je n'aime pas la géographie. Numéro 20, vous demandez à un touriste, un tapis à l'Ahl-Sahil, à sa nationalité, à un guinsito. Vous dites, de quelle origine, vous me dites, origine, min aïe asl, êtes-vous, quelle est votre fonction, fonction à nosifa, vous avez des amis étrangers, un d'accord à Ganib, vous avez une profession, de quelle origine, êtes-vous 21 il y a un incendie. Un incendie dans votre quartier. Vous dites, appelez vite le vétérinaire. Le vétérinaire. Appelez vite le pompier. Appelez vite le dentiste. Appelez vite le mécanicien. Appelez vite le pompier. 22. Vous acceptez l'invitation d'un ami. Vous dites, désolé, je suis occupé. Voilà pourquoi pas. Voilà, je t'invite à ma fête. Voilà, c'est une mauvaise idée. Il y a pourquoi pas les malins. 23. Vous demandez un copain, une capteuse, un copain, sadiq, à la date. Tarif, tarif et. De son anniversaire. Tarif, Eid Milad. Vous dites, c'est le 22 janvier. Tu es né quand, ma toilette? Quel âge as-tu? Quand tu vas à l'école. Tama gama, hiya tania, il y a tu es né quand? Ma toilette. 24. Bachin, pour demander à un ami français, j'entends à Sadiq Ferenci à le climat. Mon guide gama climat, le manèche. En France, c'est France. Vous dites, l'oulé. En France, il fait beau. Quel temps fait-il en France? Où est la France? Comment parler français? Tama gama, hiya tania, quel temps fait-il en France? C'est un taxe. سنة جماعة الأسئلة القواعد الجميلة أول جملة إيار ميزاني مدام قال لي إيار أمس يبقى يشتغل تصفي كومبوزي ماضي مركب يعني إترا وأفوار زي دي البيبي فبيقول لي ميزاني أصدقائي مالهم أوي تور دو سوار ترى فين الماضي أريف ولا فونت أريفي ولا سونت أريفي ولا أريفي طبعا يا رقم سي سونت أريفي فالإتر زي دي البيبي 26 شاك جور كل يوم مون بير اسف مون جراند بير جدي نقط سون شيان طبعا هنا في مفعول يا جماعه اسمه سون شيان اللي هو الكلب بتاعه ترى بيعمل ايه الكلب بتاعه برومان ولا سوبرمان ولا ابروميني ولا برومان طبعا يا جماعه ابروميني دي مرفوضه طبعا ليه عشان شك جور كل يوم تديني مضارع يبقى الماضي ما ينفعش طب ناخده برومان طب دي اخر انيتي
وهنا مون جراند بير جدي يعني ممكن يشيل محطة مطرح وإيل. طيب يبقى عندي حلين، يا برومان يا سوبرمان. ما دام يا جماعة بنلاقي مفعول في الجملة يبقى ما ينفعش آخد الفعل ذو ضميرين، أمال آخد إيه؟ آخد الفعل العادي برومان، يبقى الأولى برومان. عارفين يعني إيه برومان؟ يعني ينزه. ينزه مين؟ سونش يعني فسح يعني الكلب بتاعه. فانسات 27 سو بيانو، واحد بيقول سو بيانو البيانو ده، اي ا فو بارون، خدوا بالكم يا جماعه من ا بتاعت الملكيه دي، اي ا فو بارون يعني بتاعت والديك، يعني البيانو ده بتاع والديك. طب يبقى هنا يا جماعه المالك مين؟ فو بارون الوالدين، يعني ممكن اشيله واحط مطرحهم الى بيك اس. يبقى الى بيك اس مع كام صوت ملكيه؟ اثنين، يا اما لور يا اما لور افيك اس. طبعا لور تيجي مع المفرد، لور افيك اس مع الجمع. وانا عندي هنا بعد نقط بيانو، سي نقط البيانو، يبقى لور رقم ب، عشان لور بيجي بعديها مفرد، لكن لور افيك اس بيجي بعديها جمع. 28 28 كون ات فو الي ا روم، متى ذهبت الى روم؟ فهنا الاجابه جو نقط سوي الي ليتي باسي. هنا يا جماعه في كلام اختفى من السؤال اللي هو اروم، واروم دي مدينه بلد، يبقى بالتالي عايزين ضمير يعود على المكان، يبقى اجريك على طول، الاجريك ضمير يحل محل المكان، يبقى جي سوي الي ليتي باسي، ذهبت اليها الى روم يعني ليتي باسي الصيف الماضي. 29 29 جيم بوكو رولي، رولي زي مارشي، بس لما كل واحد راكب حاجه بتمشي على حاجه. جيم بوكو رولي، احب السير نقط اوتوموبيل، اوتوموبيل اللي هو العربيه يعني السياره الوتير. طب الوتير بنبقى جواه، يبقى ناخد وسيله المواصلات، يبقى تاخد حرف الجر ان، ان فواتير او ان اوتوموبيل. نمبر 30 30 نقط جي في فير دي شوبينج افيك بيير، خدوا بالك يا جماعه من الجمله بيقول جي في فير، في فير ده فيتير مستقبل، يبقى عايزين كلمه داله على المستقبل. يا ترى دومان ولا ايار ولا اليا انار ولا افانتيير؟ طبعا هي كلمه دومان غدا. 31 31 واحد بيسال واحد سؤال بيقول له بوركوا تي ني سور با، طبعا بوركوا تسال عن السبب، بوركوا تي ني سور با، لماذا لا تخرج؟ فاعطيني سبب، جي سوي فاتيجي انا متعب. ترى يا جماعه مدام قال انا متعب يبقى كده بيديني سبب كوز، وبعدين كلمه تدل على السبب هي بارسكو، بارسكو لان، بارسكو جي سوي فاتيجي. 32 32 مون بير في، والدي بيمارس ايه؟ نقط فيلو، هنا فيلو العجلة، دي كلمة مفرد مذكر، يبقى ناخد دي الأولى، دي فيلو. 33 33 واحد بيسأل على السؤال بيقول له فاتي بروندر، مهم جدا يا جماعة كلمة بروندر، بروندر يأخذ، هو والتندر ينتظر، يجي بعدين وسيلة مواصلات مسبوقة بأداة تعريف، أداة تعريف مش حرف جر. فيقول له فاتي بروندر، أنت هتاخد نقط تران، طبعا يبقى الإجابة لو تران، القطار. 34 نقط الرين، معايا الرين اللي هو الموقف، يا ترى ياخد كل ولا كل ولا كل ولا كل؟ طبعا الرين مفرد مذكر، تاخد كل الاولى. اكيل الري ال فاماتوندر، في اي موقف هي سوف تنتظرني. 35 35 كي ما تليفوني، حد بيقول للمدام بتاعته كي ما تليفوني، مين اتصل بيا؟ فقالت له نقط نوتا تليفوني، ما حدش اتصل بيك، يبقى بيرسون، بيرسون نو تا تليفوني. يا جماعه هنا كي تسال عن العاقل، منافي العاقل بيرسون دايما. 36 36 تي ا دي زامي فرونسي، تي ا دي زامي فرونسي، خدوا بالكم يا جماعه امي فرونسي قدامها دي والدي قالت نكره، ما دام نكره يبقى اكيد الضمير بتاعي مين؟ ايوه وي، جو ابوستروف اي دو، وكمان عندي في الاجابه رقم دو رقم وقالت نكره، خلاص يبقى كده الضمير بتاعي الاخير اللي اسمه اون، لان اون دي يا جماعه بتحل محل الاسم المسبوق بآلة نكره او آلة تجزئه او كميه او عدد او حرف الجر دو واخواته. طبعا يبقى كده اون هو الضمير الصحيح. 37 حد بيسال بيقول نقط ايه لاربيتر دو سو ماتش، ايه لاربيتر؟ طبعا لاربيتر الحكم وده عاقل، يبقى بنسال عنه كي، كي ايه لاربيتر دو سو ماتش، مين حكم المباراة؟ 38 38 اون، طبعا اون دي يا جماعة تساوي نو في المعنى وتساوي ال في التصريف، وانا كده عايز تصريف، تصريف فعل دوفوار يجب ان مع اون يعني مع ال، دوفوار ولا دوا
ولا دوا ولا ديفون. طبعا هي دوا التانية عشان مصرف مع إل. 39 39 سؤال نقطة بواسون بريفير تي. طبعا بواسون اللي هو المشروب والمشروب مفرد مؤنث يبقى كيل دوبل ال. 40 جيم بوكو نقط فيوند. طبعا لو بوكو دو كان المفروض تبقى دو عالية جدا يعني الدي والأو وبس، لكن مكتوب لا وهنا دو لا وهنا دي وهنا دي، عندي فيوند مفرد. ومع ذلك يا جماعة قلنا جيم بوكو أحب كثيرا، وهنا بوكو كسرة إيمي كسرة الحب طبعا، يبقى بالتالي الكلمة اللي تيجي بعديهم لازم تاخد أداة تعريف، يبقى فيوند تاخد لا لا فيوند. وإلى هنا أنهينا الحمد لله الامتحان الجميل ده هو. أرجو نكون استفدنا من كل كبيرة وصغيرة فيه، وما ننساش لو عجبنا الفيديو نعمل لايك، ويا ريت ننصح بالقناة لجميع أصدقائنا حتى تعم الفائدة وننشر الفائدة إن شاء الله. وأراكم إن شاء الله في امتحان آخر وامتحانات أخرى في سلسلة امتحاناتنا إن شاء الله، وذلك لإعداد حضراتكم لامتحان آخر العام حتى نحصل على أعلى الدرجات ونفهم كل الأفكار اللي ممكن تيجي في الامتحانات إن شاء الله. وأراكم في امتحان قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.